هو طاح. واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. بينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم فرات حميده اي كي اي بيج بوي. اليوم نهار السبت 20 ماي 2023، انتم تتابعوا في البينك طايح على اي اف ام احلى راديو وعلى ام تي اش ميديا تالنتس هاب، اول برنامج اعلامي يهتم خصيصا بالجيمنج بالديفلوبمون جو فيديو بالاي سبورتس في تونس. موعدنا كل نهار سبت لقيت هذا من 10 حتى كشي النص الليل، برشا جو سسبانس كالعاده يستنى فيكم. نذكر اللي تنجموا تتفاعلوا معنا كومنتير على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنتس هاب. تلقاونا زيدا 24 ساعه على 24 على اي اف ام تي في على اليوتيوب. ليميسيون هذه مجعوله باش تلم الجيمرز عن نيوز لاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جمعه، تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمده ساعتين من زمان هير ان اور ايلز في البينك طايح. في الانتليجنس ارتيفيسيل فما ابليكاسيون تخلقت تخدم بالانتليجنس ارتيفيسيل كابابل باش انها ديتكتي الاعراض نتاع الاحباط والديبريسيون عند صغار عند صغيرات. الابليكاسيون هذه تعرف وقتاش الانسان هذاك حزين وكيفاش الحزن نتاعو وكيفاش الافكار نتاعو غير كو باللي ريغيرش اللي قاعد يعمل فيهم بالتليفون، وهي حاجه مهمه ريفولوسيونير، حاجه مهمه برشا. السونتي مونتال معناها في بلادنا لازم تاخذ اكثر معناها حظ، ولازم معناها العباد تكون واعيه بالاهميه نتاع السونتي مونتال. وراه كيما معناها صغير كي توجع في ايده في ساقه في وذنه كيما يتوجع راه في مخه معناها، ويستحقوا احاطه كامله معناها. تابع الاي اي زاده حاجه قاعدين نراو فيها دور على انستغرام توا برشا، اللي هي انه تنجم تاخذ معناها الصوت نتاع انسان معين وتعمل به تقوله في كلام اخر، كما شفنا سلاح فرزيت شريكي باو تغني فيها ريانا مايكل جاكسون يغني في نسيت الغنية اللي غني فيها مايكل جاكسون، وجاي زي يغني في غنية بالتي وبرشا معناها برشا تيز اكزامبل اخرين برشا معناها نقاو اريانا جراندي تغني في هز عيونك وبرشا برشا ليلي برشا حاجات فاني على الاخر معناها ابدا فيها التوانسه معناها. بالنسبه لكم انتم طلبه خلينا نقول نكونوا لهنا موضوعيين، اسكو انتوما كطلبه اليوم التشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي ما يعلمش شويه البخل؟ انت حكيت على الوقت يربح وقت اوكي، ما ينجم يربحك وقت ويخليك حاجات كنت تنجم تتعلمهم وتعملهم وحدك. والله صحيح ومش صحيح. علاش خاطر ريتك باش تستعمل تشات جي بي تي في حاجه استعملوا ما ريت لي يعطيه لك افهموا افهم شعطاك معناها مش بيتمون هز وحط فهمتني افهم معناها لهنا بمسؤوليه صحيح تتصرف with great power comes great responsibility. ملا كرمه ملا كرمه اليوم كله اشعار وكله حكم. هاي جيم بوي كانت فرحه عارمه معناتها كي خذيت اول مره جيم بوي ادفانس جيم بوي ادفانس وقتها تكنولوجيا رهيبه عندنا احنا هذيك نتفكر وقتها اول مره كنت نراها وقتها في لي غون سيرفاس محطوطه في في فيترينا وحده هكا وضرب عليه من الغزاله وخشمي هكا مفطس في البلار. كي ديفلوبي جو مش كيما ديفلوبي سيت ولا ابليكاسيون عاديه موبيل، لو جو جو والله جو مش نورمال. ديفلوبي جو جو مش نورمال، برشا برشا عصب وبرشا غش وبرشا فازيت معناها كي يجيوك ساعات كي يطيروها لك مش نورمال، اما سافا اوفرول معناها الاكسبيريونس تقعد مش نورمال. لي جو فيديو هو انسبيراسيون كبيره معناها بالنسبه لي انا سورتو نغزر لهم كي ناخذ دي زيكزامبل مثلا ما نعرفش دارك سولز العاب شو اسمه لي نتاع كوجيما سينو معناها كي نغزر لهم كوتي فيها ميكس باهي برشا نتاع بليزيور دومين نتاع ارتستيك معناها نجم تقول الحاجة اللي باش تلعبها الاكسبيريونس اللي باش تتعدى بها هذاك في حد ذاته نشوفوا ارت معناها نحب معناها الاسبي ارتستيك نتاع 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 لي جو والديفلوبمون دو فيديو هو اللي يخليك تمشي للدومين هذايا. وانت كلامك هذا ما ينجم يعبر كان على حاجه انه راهو الديفلوبمون دو فيديو ما يوقفش كان على الديفلوبمون ما يوقفش كان على الديفلوبمون، نحكيو على الجرافيك نحكيو على الفيديو 3 دي السيناريو الموزيكا الايماج ليتالوناج كل شيء موندو نتاع فن مربوط بالديفلوبمون دو فيديو. دايرتا باش نشوفوا احنا البارتي من الفيديو بروموسيونيل اللي خدمتوها انتوما نسمعوا ونتفرجوا مع بعضنا واعطيونا رايكم.
The world of Cascayon is one where the characters used to play different games in their childhood. Now the characters are all grown and yet the worlds they imagined and played in long ago that remain in existence, forgotten somewhere in the imagination. تلعب دي كاركتير عنا بليزير كاركتير وكل الهنا تنجم تختار الكاركتير اللي تحب تلعب به فما زيادة سبيلز وسكيلز كما في الليجو الأخرين كما فالو كل عنا داش انفيزيبيليتي سوبر داش برشا سكيلز أخرين عنا ديفرنت مابس فما الديفندرز هما اللي عندهم الحجرات لازم الحجرات هما الاتاكرز لازم يكسروا الحجرات بالكورة ويعاودوا يبنيهم والديفندرز لازم يدافع على الحجرات فما معناها كيما نقولوا دي استراتيجي وكومبوز تعملهم بالسبيلز وسكيلز بار اكزامبل تنجم تعمل بورتل طيش الكورة تتعدى في البورتل وتشدها مشيرة الأخرى فهمتني؟ أوكي أي. برشا برشا فازيت كيك وكل سينو تو عزيزي كامل يحكي أكثر على الستوري والجيم بلاي متاع الجيم فوالا احكي لنا على القصه ديجا باش لعبيت تدخل في الاطار تفهم ديجا نحب نبدا بالشوا نتاع النو كاسكايون معناها منين جاي دونك اون فيت هي كيما قال كرما اللي هي ست كايو قبل نلعبوا احنا صغار تحط سبع حجرات جروب عندهم كره يضربوا يطيحوهم لازم يدافع على السبع حجرات بعد كي تيح لتوح الحجرات لازمك ترجع تلمهم من غير ما تتضرب بالكره من الكيبا الاخرى دونك اون فيت احنا هي اسمها ست كايو دونك كي تكمل تبني الحجرات تعيط ست كايو باش تديكلاغ اللي انت ربحت باسكو احنا توانسه معناتها ما ننطقوش برشا حاجات بالفرنسي بالصحيح كيما اوني فا نقولها انا فا وكل دونك كنا نقولوا كاسكايون فهمت البينك تاي احباي توب نيت انتم تسمعوا وتتفرجوا في ليميسيون جيمنج موعدكم كل نهار سبت لقيت هذا من العشره حتى كشي النص الليل انا اليوم فرحان برشا باستقبال ضيفنا عبوده بالحاج هو اللي ربح معنا الجيف واي الحلقه اللي فاتت سوري ازوس تشوف جيمنج ام 3 عبوده اهلا وسهلا بك اسلام فرات ميرسي بور لانفيتاسيون متعرفش بلا متعرفش قداش نفرح كي نجي بحذاك يعطيك الصحه يعطيك الصحه احنا صدقني احنا هم اللي فرحانين والله اللي كيجيب حذينا عبوده اونلي ميشي ما معناها كل شيء روك بتبيع نعرفوه معناها مين ليما قبل جوار قديم اكسلنت لويل للكاركتر بتاعو يلا دونك شباب ساعة اللي تابعوا فينا حطوا لنا كومنتير شكون تشجعوا دار في ترح سخون هوني انا نتصور انا بور سايبا خاطر سايبا بالرسمي معناها كل مليار دي برشا اكزكيوشن طيارة على الاخر ديجا بديت ترح ديجا بديت بانيش طيارة على الاخر من الاول معناها بس حاجة مزيانة على الاخر لاني نشوفوا نايس الكتريك في بلاصتها على الاخر سايباريو نايس باهي على الاخر في الوول روك لاني في سيتواسيون خايبه برشا يعني درسني باش يعمل لنا حاول يلقى حل لازم يعمل الكومباك تاعو لهنا وعلى ذكر ذاك دونك سايبر يو هاك شوف معناها ديجا خسر دو راوند وراجع لهنا قوه على الاخر هوني ريش الروند لهنا سايبه وريشارد تحيه اسمعني تحيه زي قاعدين نشوفوا في بلان سيري على المنات نتاع روك تحيه وي ام رابح في الاخراج باش تفهموا اكل بوان جو هذا راه ماهوش جوست نزل على فلوس كلها سي دي تكنيك كلها برشا رابيديتي برشا بريسيجن معناها حكينا وقت مع ايهاب وكل شيء من الاول انا كومونسي لو جو معناها انزل لما كي تفهم معناها البارتي تكنيك تاع جو كيفاش ما كانش كل شيء تعرف شنو يقعد طعم يعني كان بحرون دادية سايبا لازم يعمل كمباك لوكيز يعرف عاد يخدم خدمته في اللحظات هذوما نذكروه بالخير لوكيز فهمتني لوكيز كيقول اتس اوفر في لحظات كيف ما هكا عاد تصير كمباك عاد سايبا يفيق And it's game over. It's 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 over
والله انا ديما شامبيون. ربحت معنا جيف واي. ربحت معنا جيف واي اللي هو ستيك هذاك تاع رياض. تاع رياض ما في بالو شي رياض. غير مفاجاه الليله في المفاجاه تاع السهره.